السلام عليكم الزول في اللواد، الحمد لله راكم كاع بخير يا الشعب الجزائري، يا ولاد حسيبه بن بوعلي، يا ولاد العربي بن مهيدي. وراكم تشوفوا هذا العلم هذا ولا لا؟ هذا العلم هذا الحمر ما رضاش في المغرب، على بالكم باللي العلم تاع المغرب احمر، العلم تاع تونس احمر. رانا في اسبانيا، راكم تشوفوا البحر ما شاء الله كي داير، كل يوم تراكتوري فوت على البحر في كاع اسبانيا، وراكم تشوفوا ما شاء الله كي دايره اسبانيا. فوالا منطقه تاريخيه، سي ان بي هيستوريك، كولتور هيستوريك. دوكا ما نبغيش نهضر لكم على هذا العلم الاحمر، هذا العلم الاحمر اليوم، لانه البحر فيه الموجه، هي دي فاغ، يعني هذا الرمز باللي راهي صافا با الحاله هنايا، يعني الناس تقدرش تعوم وسي جامي كاش ما يصرى. على صورتكم هذا العلم الاحمر، الجزائر دوكا راهي كيما هذا العلم هذا، راهي اون دونجي، بلادنا راهي اون دونجي. علاش راهي اون دونجي؟ راهي اون دونجي لانه كان شي ناس في هذا النظام الجزائري ما يبغوش الديمقراطيه، يخافوا من الديمقراطيه. الديمقراطيه واش معناتها؟ معناتها الشعب هو اللي يحكم، القرار سياسي او اقتصادي او دبلوماسي او عسكري قرار شعبي، الشعب هو اللي يحكم، يحكم اون ديريكت، كيفوتي على النواب ولا يفوتي على رئيس البلديه ولا يفوتي على رئيس الجمهوريه، ولا بالطريقه غير مباشره كيفوتي على النواب، يعني هما اللي يديروا القانون، هما يديروا اللواء. اليوم في بلادنا لا سيتواسيون الي روج، الي روج، ونفهمكم علاش. على بالكم اسبانيا، اسبانيا كانت فيها 40 سنه ديكتاتوريه، من 36 حتى ل 75، دونك دو 1936 ل 1975 لاسبان فيفي سو لا ديكتاتور دو فرانكو. كان واحد الانسان اسمه فرانكو، كان جنرال، هو اللي دار فيهم التير المغاربه تاع الريف في 25 26، مع ذاك جينيرال فرنسي يسموه ليوتي. يعني فرنسا اسبانيا كان تحت الديكتاتوريه مع هذا الجينيرال فرانكو، 40 سنه حكم في اسبانيا، واسبانيا جامي طلعت، جامي طلعت باللي حكمها، جامي اسبانيا طلعت، باسكو الحكم عسكري عمره ما يطلع البلاد، يجيب الامن صح بالديكتاتوريه، ولكن عمره ما يطلع اقتصاد تاع البلاد. كي مات فرانكو في 75، على بالكم واش صرا 75 76، صرات المشكل في الصحراء الغربيه، والمغرب دار هذيك المشيه تاعو خطره، ودخلوا في الصحراء الغربيه، وعلى بالكم من هذاك الوقت عندنا مشكل بين الجزائر والمغرب. على جال فرانكو اللي مات، على بالكم على جال هذاك الجينيرال فرانكو الديكتاتوري كي مات، تخلطت القضيه تاع الصخرة الغربية ولات قضية دبلوماسية. دونك نرجع على اسبانيا، دونك 40 سنة وفرنسا تحت ديكتاتورية عسكرية. واش صرا في 81؟ 6 سنين كي مات فرانكو، 5 سنين كي مات فرانكو، واش صرا؟ كان شي ناس ما بغاوش اسبانيا تولي ديمقراطية كما اليوم في الجزائر. يعني العسكر الاسبانيولي كان مقسوم على زوج، نص من العسكر كان باغي الديمقراطيه، يديروا دستور جديد ويديروا انتخابات بكل شفافيه، ونص من العسكر ما كانش باغي الديمقراطيه، كان باغي باللي اسبانيا تبقى ديكتاتوريه. لو 23 فيفري 81، دونك نهار 23 فيفري 81، واش صرا؟ كان واحد اليوتنو كولونيل يسموه تخيرو. واش دار هذا تخيرو؟ دخل في المجلس الشعبي الوطني تاع اسبانيا في مدريد، جاب صحابو تاع العسكر تاع لا غارد سيفيل، وبدا يتيري للسما، باسكو على بالكم ديكتاتوريه بصح حضاريه كما يقولوا، بدا يتيري في السما وقال لهم سيفيني دوكا، ما كان لا ديمقراطيه لا لجنه مستقله لا والو، اسبانيا لازم ترجع كما كانت في وقت فرانكو، يعني تحت حكم عسكري. وطلب هذا تخيرو، هذا اليوتنو كولونيل، طلب
من الملك الاسبانيولي اسمه خوان كارلوس سمعوا به قالوا لازم تايد ديها تايد تحكم كما بكري. هذا خوان كارلوس نهار كامل ليلة كاملة هو يخمم واش ندير واش ندير، اسكو نجي مع الشعب ولا اسكو نجي مع العسكر. ديه خمم مليح والوحدة تصبح. واش دار خوان كارلوس نهار 24 فيفري 1981، وتعرفوا يعني شي معناتها 24 فيفري في التاريخ تاع الجزائر تاع أميم المحلوقات. كما بكري كانوا ليزام صح كانوا ديكتاتورين كما بومدين، بصح كانوا عندهم الروح الوطنية وكانوا يدافعوا على السيادة الوطنية. دونك واش دار خوان كارلوس الملك تاع اسبانيول الوحدة تاع الصباح 24 فيفري هضر في التلفزيون البس كوستيم تاع كابيتان، هو ملك بصح البس كوستيم تاع كابيتان برك، وقال لهم يا جماعة الخير تاع العسكر اليوم الأيام تبدلوا، ما راناش في الوقت فرانكو، ما راناش في الوقت الحكم عسكري، رانا في الوقت وين اسبانيا بغات تولي كيما يا زمان كيما كانت حرارة. وقال الجيش الاسبانيولي دوكا لازم نكونوا ديمقراطيين. راكم سمعوا مليح، الملك خوان كارلوس تاع اسبانيا بغاو باللي يعني الجيش كان باغي باللي هو يكون ديكتاتوري كيما فرانكو. قالوا لا انا ما نكونش ديكتاتوري، انا ما نديرش حكم عسكري، قالوا انايا نامن بالديمقراطيه كيما اوروبا كيما العالم راه يدور. وفي هذاك الوقت الامريكان مع الفاتيكان كانوا مع الجيش الديكتاتوري. على هذا الشيء بغيت نفهمكم بلي الجيش ماشي يعني يفكر كاع كيف كيف، كاين ديمقراطيين وكاين ديكتاتوريين. هذا هو المشكل رانا اللي رانا فيه اليوم في الجزائر. دونك خوان كارلوس واش قال لهم؟ قال لهم ما نديروش ديكتاتوريه، نديرو ديمقراطيه في اسبانيا ونخلو الشعب هو اللي يخير شكون يولي نائب وشكون يولي رئيس الحكومة وشكون يحكم بطريقة ديمقراطية حضارية قانونية وسلمية اسبانيا. سمعوا مليح، هذه هضرها الوحدة تاع الصباح. غدوة من ذاك صباح ربي العالمين وسرى هذا التيخيرو اللي بغى يدير انقلاب، حبسوه العسكر جمع الملك تاعهم وحبسوهم كاع اللي داروا هذا الانقلاب. How are you? Fine? Good. It's a pleasure to meet you. Es un placer. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. تحية إسبانيا مسلمة إن شاء الله. كما يا زمان. Donc voilà. الملك إسبانيولي وقف مع الشعب الإسبانيولي وقال لهم باللي ما عنديش ديكتاتورية في إسبانيا. وإسبانيا الحمد لله من هذاك النهار 24 فيفري 1981 ولات ديمقراطية تاع الصح حتى اليوم 2019. ما هي الرسالة تاع اليوم؟ الرسالة تاع اليوم يا الشعب الجزائري، اليوم على بالنا بلي كان أزمة كبيرة في الجزائر بين الحكام، احنا ماناش باغيين بلي العالم يضحك علينا، اون فو با كو لو موند سو موك دو نو. شوفوا واش داروا في هونغ كونغ، في هونغ كونغ على بالكم هونغ كونغ شحال دوار قدر يطيح حكومة حكم ديكتاتوري تاع الصين بالطريقة السلبية تاعو. حنا اللي تشوفوا بلي الناس دوكا فهموا بلي رانا ما راناش الوقت تاع الديكتاتورية، ما راناش الوقت للحكم عسكري، رانا في الوقت تاع الديمقراطية وتاع حكم ديمقراطي. ولكن العسكر يبقى عسكر، الجيش يبقى الجيش، الجيش يبقى هو اللي دافع على السيادة الوطنية، هو اللي دافع على الحدود مع تونس مع ليبيا مع النيجر مع المالي مع الصحراء الغربية مع المغرب. يعني الجيش لازم ما يتدخلش في روحه في الموضوع السياسي، لازم الجيش يبقى واش قالوا عليه في الدستور الجزائري، في الدستور تاع اوروبا، الدستور تاع امريكا، يدافع للسياده الوطنيه. اي واحد يمس بلادنا الجيش يكون معنا والشعب يكون مع الجيش. يا الجيش هذه رساله ليك سبيسيال، ما تخافش من الديمقراطيه، ما تخافش من الشعب الجزائري،
ديما الشعب الجزائري يكون مع الجيش الجزائري. يعني من كان له دخل روحك في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الدبلوماسية؟ خلوا الناس مدنيين اللي عندهم كفاءات اللي عندهم الروح الوطنية يخدموا. ولو كان تشوف هذو الناس يبداو يزيكزاقوا ويبداو يبيعوا في البلاد كما باعوها الشهر اللي فات، كما بدوا 50% من البترول تاع الجزائر الشركة الفرنسية توتال. فرنسا اللي استعمرت الجزائر وقتلت 1.5 مليون جزائريين ربي يرحمهم، هذاك النهار وي دخل روحك في السياسه وقولهم باللي ما تخلي حتى واحد يبيع الجزائر ويخدع الوطن. هذه انا معاك فيها. دونك اليوم لازم الجيش الجزائري يفكر ويخمم واش صرا في اسبانيا في 81 كي بغاو يديروا الانقلاب عسكري، واش صرا في البرتغال في 74 كما خرجوا بالديكتاتورية تاع سالازار، وهما يعني هما شكون الجيش هو اللي بنى ديمقراطية في البرتغال. لازم الشعب الجزائري ما ينساش باللي كان شي بلاد وين الجيش هو اللي دافع على الديمقراطية، هو الجيش اللي دافع على الشعب تاعو. رانا باغيين باللي الجزائر اليوم يصرى لها كيف كيف، الجيش يبقى في بلاصتو يعاون الشعب يعاون السياسيين باه الجزائر تولي ديمقراطية ونفرحوا بها كاع في العالم كومبلي ان شاء الله. هذه الرسالة بغيت نفوتها من اسبانيا باه نقول لكم باللي رانا فيها أزمة اليوم سياسية، ولازم الجيش ما يتدخلش في هذه الأزمة السياسية. وأي واحد اللي يبغي يترشح مرحبا به، ولازم الشعب هو اللي يخير شكون يولي الرئيس تاع الجزائر، ماشي محمد ولا قدور ولا فاطمة ولا الزهرة، الشعب هو اللي يخير. ما كان حتى واحد يخير شكون يولي الرئيس تاع الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه والشعبيه، لا الجيش لا المافيا لا اي واحد. الجيش يحمي الصندوق مع الشعب بصح ما يدخلش روحو شكون يقدر يترشح وشكون يقدر يولي الرئيس. الشعب الماده 7 تاع الدستور، الشعب برك فقط هو اللي يقدر يخير شكون يقدر يولي رئيس البلديه نائب ولا وزير ولا رئيس الجمهورية. والله الحمد لله راكم كاع بخير، اتهلا في روحكم، تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.